عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. عايشكم. تعرفوا عليك؟ يوسف غريبية، استاذ تعليم تقني متقاعد. مرحبا بيك معنا استاذ. حب اخترت باش تحكي معنا بخصوص ذكرياتك قبل مع التعليم في العهد السابق معنا. ما نعم دخلت قريه عام 80 81. هي انت قلت لي في الكواليس اللي انت سنه اولى قضيتها عام في الستينات معناها 63 سنه اولى ابتدائي. عام 63 خذيت سيزيام عام 69. سيزيام عام 69 معناها اعتبارها خذيت دكتوراه. 7 أيام و7 ليالي سهري. صعيبه وكونكور اجباري معناها. جاونا وقتها جابونا تربيه تشكيليه بالفرنسي قرقولات. ما نعرفوهاش قرقولات ما جاتناش بالكل. فما فوق القسم فما دربوك محطوطة فوق البلاكار متاع القسم اللي عدنا فيه. قال واحد تشمل الدربوك قرقولات. صورنا الكل دربوك قرقولات. وقتها جاتنا صعيبة. توا شباب توا يقولوا قرقولات شنو ما يعرفهاش. قرقولات تعرفها؟ قرقولات تعرفها السيد يعرفها؟ قرقولات. قرقولات هي اكل نقولوا احنا الشربيه نتاع الماء. شربيه نتاع ماء صغيره ياخذوها قبل ويحطوها بالماء باش تبردوا بها. اسمها قرقولات. تلقاها هكا زي ثوره ويدين منهم يدمن يعبوها قبل بالماء عرفناها صحيح. اسمها قرقولات. هي على البروده نتاع الماء هذيك قرقولات جاتنا صعيب. كلمة خاطر ما تتقالش برشا. ما مش مستعملة برشا ويعرفوها فخار. تقولوا قولوا فخار. هذه لولا. النادرة الثانية في الفرنسي. جاتنا في الفرنسي عام 76 سولاجمون سنتيمنتال. هذه تحرير. هذه تحرير نص بالفرنسي. عام قديش؟ عام 76. معناها كل كلاس انت باش تحرر النص وقتها نعدي في الباك. في الباك في بليو في الاقسام الاولى معناها. جاتنا سولاجمون سنتيمنتال. قد ما قرينا الفرنسي ما لقيناهاش سولاجمون. اي سولاجمون سنتيمنتال. حبست غادي ما لقيتنا. عندي صاحبي قلت شنو معناها سولاجمون سنتيمنتال. كتبها لي فرق لي راحه نفسيه. راحه نفسيه انو عرفت المعنى سي عاد المعنى كملنا دي سي دي ديكس نتاعنا. وشنو هو الفرق توا ما بين الباك نتاع 2024 والباك نتاعك انت قبل؟ باه الباك قبل ما عندناش لا كالكيلاتريس لا ما فماش كالكيلاتريس. كل شيء بستيلو. تحرف بستيلو. قبل انا انشت انترن نعملوا الفي بعد انترن بعد ما نكملوا نتعشاو نقعدوا نسهروا ماضي ساعتين تعليم. نلمر واحنا دي جروب دي جروب لي صار فارغين ونبدو بالتباشير. بروبليم تاع ما تحل من فيزيك دي سان تكنيك ماضي ساعات للاربعه نتاع الصباح. نرقد شويه ونقوم نمشي ونقرا دي زانترن. وقت كانت الباك قبل كان واحد يجهد يعمل مجهود يحمل علوش والياغورت ما نجموش ناكلو. قدامنا هذه صحيحة راهو مسيو قاعدة تسير مع برشة تلامذة توا. مش قاعد يضحك. لا ساعات معناها فترة الامتحانات ما عادش ينجم ياكل جملة. الدراسة نتاعي الكل عملت لا يتيد بالفلوس لا يتيد عند استاذ لا يتيد كذا كل شيء بالدماغ. توا ضروري. توا يتيد مات ويتيد فيزيك. أما قلت لي بلاش كالكولاتريس هل كانت ممنوعة أنك تستعملها في الامتحان؟ مش موجودة. وإلا مش موجودة جملة. كالكولاتريس ولا راجل ولا متريك مش موجودين بالكل. قاعد تكسر راسك برشا باش تستغرق برشا سوايع. وسط تونس لهنا يلوج لك على ديزانال نتاع فيزيك نتاع مات من زرقوت تلقاش كتيبات ولا تلقاش وحود قراوا قبل تاخذ من عندهم دوكيمون. توا لي دوكيمون موجودين. انا كان جاو الظروف المتوفره تو توفرت لي انا في السبعينات راني اينشتاين. اكيد انا بنتي قلت لها اللي وفرته لك انا تو راني اينشتاين. معناها اعتبار قبل كي تاخذ الباك عم قديش خديته انت مسيو؟ 76 77. يعني يظهر لي فرحه كبيره برشا معناها. وسبع ليالي يعني. سبع ايام وسبع بالباك يبعثك تختم. بقعد في الدار
اي دار تحط فيها طيش فيها ورق يجي دو تيليجرام بعثوا لي يعني. يجي يخدم برك ولدي تو باك بليس سانكي دروا انا بطار. قديش نسبة النجاح عام 76-77 في البكالوريا؟ باك لا شوي كنت تلقى 30% تسمى بالقدا. مقارنة ب 2024 نسمع في معدلات نتاع 20 و... باك تحت باك تونس كانت انترناسيونال عالمية. ملي هبطها بن علي باك موان 20 باك باك اي باك غير الاربع بتسعة ينجح باش تتعبى الفاكولتي باش قدمة عنده بن علي نومبر نتاع دي زيتيديون في الفاك منظمة اليونس تعطيه فلوس فلوس هذيك ياخذها. علاش هو باك غير اربع ومشي يمشي؟ لان المونسكو قدمة عندك عدد طلبة في الجامعة تعطيك فلوس. والسنوات نتاع ال 25% كانوا الاغلبيه في البكالوريا يمشيوا لليسي بريفي خاطر باش ياخذوا بريفي مو طيش الناط طيش الناط 25% قويه معناها تجيب سته معدل ولا سبعه يظهر لي تنجم تنجح ال 25 من بعد تنجم تنجح. الباك نتاع تونس طاحت من ال 25% من ولا الباك غير ربع طيحوها. مسيو بعد ما معناها بقاو سنوات طويله معناها بال 25% بعد تنحات جلول شد وزير التربية حان الجلول صارت شوية مشكلة زادة شوية مشاكل معناها التلميذ استانس بالمستوى هذاك التعليمي نتاعو معناها ويبدا معمل عليها. انت مخير باك عالمية باك تونس توا تمشي باك تونس فرنسا يعاودوا يعدوا لك ما يقبلوهاش. كانت باك تونس عالمي انترناسيونال توا باك تونس ما عادش انترناسيونال. خناهم اللي الطب اللي خرجوا لبرا فما 4000 طبيب غادروا تونس 28,000 انجينير غادروا تونس. ثمانية وعشرين ألف انجينير يبالي أن نسمع فيها في الراديو معطيات صحيحة مش نجيبها من راس. 4,000 طبيب غادروا تونس إيطاليا ألمانيا فرنسا قطر دول الخليج وثمانية وعشرين ألف انجينير غادروا تونس. كفاءاتنا مشى احنا هنا نصدروا في الكفاءات نصدروا في الكفاءات. التعليم تو يلزم يتبدل كومبليتمون تو الباز علاش قلت لك باك ما يعرفش يكتب لاتر. لكن احنا ما نجموش نصلحوه في البكالوريا لا نصلحوه من الابتدائي. الابتدائي واحنا جايين الابتدائي كيفاش يصلح التعليم تو هم عاملين وبتصلح التعليم ووزير يمشي يلزم في الابتدائي التلميذ يتعلم العربيه والفرنسويه وشويه حساب وتعمل له سويعه ترفيه هز البلفيدير يحوس اعمل له جنينه حيوانات. حاجه اخرى ضروريه مسيو الكونكور سيزيام ترجع كالعاد نوفيام زاده سيزيام ترجع كالعاد لا لا نحن نوفيام ورجع السيزيام اليشان ناسيونال نحن نوفيام تولي السيزيام تو تو التلميذ الكرتابه ارزن منه ويمشي ما ويمشي ما الولي اش يعمل هنا يضطر قري ما تقري في زيت تعرف في ريفيزيون في الباك قداش تو في ريفيزيون في الكونترول في الباك فماشي 100 200 فورفيتير 400 500 600 ريفيزيون والبول ما عندوش. قبل فما درس يقول لك ولد الطبيب ما يقراش مع ولد الفحام ولد الفحام ما يقراش مع ولد الطبيب. كانوا قبل يقرا ولد الطبيب والفحام مع بعض. تا ولد الطبيب ما يقراش مع ولد الفحام اللي بيع في الفحم ولد الفحام ما يقراش.